بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي، من يذكر لي ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم يا أخي. طيب، أخذنا قبل الدراسة لابد أن نعرف أو نسأل عن أمور، منها فهرسة الأصول الثلاثة. وقلنا إذا أردنا أن نقسم أو نفهرس الأصول الثلاثة إلى خمسة أقسام. القسم الأول المسائل الأربع، نعم، وذكرت في سورة العصر. القسم الثاني المسائل الثلاثة، وقلنا لابد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة، والآن بإذن الله نأخذ المسائل الثلاثة. الثالث لماذا ندرس التوحيد، وقلنا هذه المسألة يركز عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرت هنا في الأصول الثلاثة، وكذلك في القواعد، وكذلك في كشف الشبهات في كتاب التوحيد. القسم الثالث لماذا ندرس الأصول الثلاثة. الرابع شرح الأصول الثلاثة. والخامس ختم الله لنا ولكم التوحيد، فتح الله. غير ماذا أخذنا من الأسئلة التي تكون قبل الدراسة، خمس أسئلة. البدء بالبسملة، أخذنا سبب البدء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تبركا تماما بدأ بسم الله، استئناسا بحديث وإن كان يعني قد ضعف من بعض العلماء. نعم. أخذنا أسئلة، منها لماذا ندرس التوحيد، ولماذا ندرس الأصول الثلاثة، وما هي الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر، وما هي الثمرة الإجابة عن أسئلة القبر. صحيح؟ نعم، فتح الله عليه. غير ماذا أخذنا؟ نعم، لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ لأن نحن مبتدئين. نعم، نحن طلاب، الطلاب لابد من اختصار له الرجوع إلى الأئمة. نعم. طيب، غير هذا. نعم، ذكرنا أقسام الصبر. أخذنا أقسام الصبر، العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله. فتح الله عليك. نعم. وأين يكون قبل كل شيء لابد الإنسان أن يتعلم ثم يعمل. يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا، ثم بعد هذا يدعو، ثم يصبر أولا على العلم، وثانيا على العمل، وثالثا على الدعوة. نعم. شروط الدعوة، أخذنا أن شروط الدعوة إلى الله خمسة: الإخلاص والعلم، العلم الشرعي والعلم المدعوين، ومعرفة حال المدعو، والصبر والحكمة. فتح الله عليك. غير هذا. نعم. رأينا أن الشيخ يعني في بداية الأصول يدعو للطالب، يدعو للطالب، دعا في الأصول الثلاثة في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، وفي القواعد الأربع في موضعين. نعم. طيب، تفضل. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ذكرنا هذه المسألة وتأتي معنا. نعم، تفضل. لما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يعني الصبر تشمل العلم والعمل والدعوة إليه والصبر. الله تعالى أراد أن نصبر أولا على العلم، وثانيا على العمل، وثالثا على الدعوة. نعم. رأينا أن الشيخ دائما يأتي بالدليل. نعم، هذا من أحسن ما يكون، أنه لا يأتي بمسألة إلا مقرونة بالدليل، يعود الطالب الاتباع حتى يهيئ الطالب
بأن يستنبط الأحكام من أدلتها على الأسس السليمة وتلقين الحجة في الرد على المخالف. نعم. يذكر العدد اتباعا، نعم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضبط المسائل. نعم. لابد من العلم قبل القول والعمل. والدليل لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري رحمه الله، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب نعم. أين قول الشافعي رحمه الله؟ هل معنى قول الإمام الشافعي، هل معنى أنه لا يريد نزول شيء من القرآن إلا سورة العصر؟ لا، المراد أن الحجة قامت على الخلق بهذه السورة فضلا عن غيرها من السور. نعم. أن الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله ينقل مباشرة مع أئمة السلف. نعم، أنه يعني ينشر ينقل علم السلف ونقل لنا قول الإمام الشافعي وقول البخاري رحمه الله الجميع، فتح الله عليك، وغيره. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه الثلاثة هي أسئلة القبر وهي الأصول الثلاثة، وهذه من عادته في التأليف يجمع ويجمل ثم بعد هذا فصل، فتح الله عليك، غيره. نعم. الشيخ يجمل ثم يفصل. نعم. فهذه من مميزة كتب، تميزت كتب المؤلف رحمه الله تعالى بهذا وبما تقدم معنا. من يقرأ لنا القسم الثاني على ما قسمنا؟ نعم. اعلم رحمك الله. لا، لو تقول اعلم رحمك الله مباشرة، هذا كلام من؟ كلام المؤلف، صحيح؟ فماذا تصنع؟ قال المصنف رحمه الله. طيب، كان الأصل أن تستفتح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله. نحن أخواننا جئنا لهذا المكان حتى نتعلم، ولا إشكال، أن الطالب يتعلم ويعرف كيف يقرأ، ماذا يقدم، ماذا يؤخر. نعم، جئنا هنا للتعلم، فلا إشكال أن نعلم الطالب كيف يقرأ، كيف يعني هل يحمد الله سبحانه وتعالى في الأول أو لا، كذا كذا، هذه أمور لابد أن نعرفها. فأولا يستفتح، ثم يعز الكلام إلى من؟ إلى قائله. صنع له معروف، نعم، يترحم عليه، ثم بعد هذا يخوض الكلام من أول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة، اعلم رحمك الله أن اعلم رحمك الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني بالدعاء للطالب كما تقدم معنا، وهذا هو الموضع الثاني. نعم، وهذه هي المسائل الثلاث. المسائل الثلاث قبل أن نشرع فيها نريد أن نسأل عن التوحيد. لو قال لك قائل ما هو التوحيد؟ تقول التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، ولا تهتم لهذا التعريف، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع، فنريد أن نعرف التوحيد شرعا. فالتوحيد شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا في أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية مجرد تقول توحيد قل هو إفراد، توحيد تقول هو إفراد. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية، توحيد إفراد. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد، يسمى توحيد العبودية وسمى توحيد الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات. إخواننا نحن طلاب، الطالب
يضبط التعاريف التي ذكرها العلماء ولا يغير حرف واحد. فإذا فتح الله عليك وأصبحت عالم عرف ما شئت، أما أنت الآن طالب تعرف كما عرف العلماء ولا تغير حرف واحد في التعريف، لأنه قد تغير حرف وتغير المعنى. فإذا قال لك قائل عرف لي توحيد الأسماء والصفات، تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لو قال من غير تشبيه مكان من غير تمثيل أخطأ. لماذا؟ يأتي معنا إن شاء الله تعالى. مفهوم؟ إذن عرفنا التوحيد لغة، مصدر واحد الشيء إذا جعله واحد، ولا تهتم إلى هذا التعريف. نريد التعريف الشرعي للتوحيد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا في أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية أو توحيد العبودية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تضبط التعريف، بل سبب إقامة هذه الدورة ضبط التعريف التي ذكرها لنا العلماء، تعريفات التقسيمة. طيب، خلاصة هذه المسائل الثلاث، وقلنا لا بد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر مرت وتأتي إن شاء الله تعالى. أما المسائل الثلاث نستطيع أن نلخص هذه المسائل في أن المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية أو توحيد العبودية، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، هذا درس العصر. مفهوم؟ من يعيد لي هذه الأمور؟ نعم يا أخي. المسألة الثلاثة لخصها لي. المسألة الثلاثة؟ نعم. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق بالربوبية والألوهية والحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فتح الله. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، ولله الحمد. أخوانا هذا الدين سهل، عليك بالجد والاجتهاد والله ميسر لك لا محال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، المسألة الأولى قال أن الله خلقنا، هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولم يطقنا هملا معطل لا أوامر ولا نواهي، بل أرسل إلينا رسولا محمد عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، ومن أبى نسأل الله السلام العافية دخل النار. والدليل قلنا هذا من أحسن ما يكون في التأليف: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. متى؟ بعد قيام الحجة عليه بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مفهوم؟ هذه المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. معه أحد، أحد هنا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك.
العبادة حق لمن؟ حق لله. طيب قال أن يشرك مع أحد في عبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يصح أن تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل مثلا، صح؟ اي نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا نكرة تعم الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وغيرهم. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد هذه المبنية بنيت حتى يعبد فيها من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة هنا تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. وأن المساجد، المساجد المبنية، أو أن المساجد أعضاء السجود. من خلق هذه الأعضاء؟ الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تصرف السجود بهذه الأعضاء لغير الله؟ لا. وأن المساجد، الدليل، أو أن المساجد، قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا، هل تستطيع أن تسجد في مكان على وجه الأرض لغير الله؟ لا يمكن. ما هو الدليل؟ وأن المساجد لله، مفهوم؟ لو أردنا أن ندفن إنسان في مسجد ماذا يقول لنا من يريد أن يحتج علينا بالدليل؟ يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يريد أن يسجد لغير الله في أي مكان على وجه الأرض، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إذا المساجد في أقوال ثلاثة، ويمكن الجمع بين أقوال الثلاثة، المساجد المبنية، المساجد أعضاء السجود، المساجد الأرض. نعم. فلا تدعوا مع الله أحد نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. هذه المسألة الثانية، إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية أي بالعبادة، فالعبادة حق لله. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله.